قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فوق الرفوف المنتجات الغاب، احكم واشرف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليان مكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار، والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. حياة منتج للادي اللي عايزين نقطعه، منتج لازم فعلا إن احنا نقطعه من اللحظة ديت، لأن احنا خلاص داخلين على شهر التوبة، وإحنا الحمد لله كلمنا مبارح عن تسويف التوبة، فكان لازم نثني بأمر تاني وبعنصر تاني في غاية أهمية. أنا تبت خلاص فيما بيني وبين ربي، لكن في مظالم علي أو في مظالم على ناس كتيرة، إحنا محتاجين إن إحنا نتحلل منها النهاردة. عشان كده النهاردة المنتج اللي لازم نقطعه من اللحظة دي ونتعهد إن إحنا نقطعه، منتج الظلم. وما أبشع الظلم وما أكثر الظلم في هذا الزمان. أخويا وحبيبي، قبل ما ندخل على الشهر الكريم أو بعد ما دخلنا على الشهر الكريم ده، ربنا يحفظنا ويحفظك على قد ما تقدر. حافظ على حسناتك، ده من ناحية. ما ينفعش إنك تصوم وتصلي وتقرأ وتزكي وتعمل كل الخير ده كله، وفي النهاية تهدي حسناتك على طبق من فضة للي انت ظلمتهم. علشان كده عايزين إن احنا نتحلل من المظالم، ده من ناحية عشان نحافظ على حسناتنا، ومن ناحية تانية عشان ندخل البسمة والفرحة على الناس اللي اتظلمت. وقد ايه ما بيشعرش بمرارة الظلم الا اللي داق طعم الظلم والظلم. عشان كده بقول لك دخل الفرحة على المظلوم، بدل ما انت بتظلمه ارفع الظلم عنه. لو رافع عليه قضية وبتظلمه، بالله عليك اتنازل عنها. لو حاولت تأذيه، بالله عليك سيبه، بلاش تأذيه، اتقي ربنا في عباد الله عشان ربنا يكرمك. اللي بيظلم عايز اهديله قول المولى عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بهديله قول المولى عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبهدلهم قول المولى عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للي بيظلم: هتعرف يوم القيامة إيه اللي ممكن يحصل لك. عشان كده أخوي وحبيبي محتاجين نتحلل من المظالم. أخوي وحبيبي، والله الذي لا إله غيره، الظلم إذن بهلاك الأمم. الأمم بتهلك بسبب الظلم، الظلم بالذات. قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وكلمة جميلة أوي أوي تنقش على الصدور بماء الذهب للإمام العالم الجليل الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله، حينما قال، وبالله عليك احفظ الجملة دي، هعيدها لك مرتين، بيقول: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هعيدها لك مرة تانية: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. عشان كده أخوي وحبيبي جاء التحذير واضح جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب. وفي رواية: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. إيه ده؟ عايز تقنعني إن أنا لو ظلمت واحد كافر هتعذب بالظلم ده؟ أي نعم، ولو دعا عليك الكافر ربنا هيستجيب لدعاءه فيك. تخيل قد إيه عظمة الإسلام. مين في الدنيا يقول إن الإسلام دين عنف ودين إرهاب ودين يدعو للعنف والبطش؟ مين يقول الكلام ده بعد حديث النبي اللي نهى عن تعذيب الظالم، اللي نهى عن تعذيب الكافر، اللي نهى عن ظلم الكافر، حتى عن ظلم الدواب؟ النبي أخبر إن امرأة هتخش النار في هرة حبست
نفستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، وكلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أوصى بوصية جميلة أو طويلة كان في آخرها وإياك ودعوة المظلوم، أو واتق دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحد يسألني يقول لي هو الظلم كم نوع؟ هقول لك الظلم نوعين. الظلم الأولاني ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه بذنوب ومعاصي وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ودي التوبة فيها سهلة جدا، هتقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك. المولى عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. المولى عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا ده كمان بيبدل لك سيئاتك لحسنات. تخيل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا ده انت لو مليت الدنيا كلها ذنوب كمان وسيئات ممكن ربنا يغفر لك، بس بشرط ان انت تلقى الله على التوحيد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن الظلم الثاني هو ده المشكلة، هو ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله، ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان للضعفاء، ظلم القوي للضعيف، ظلم الغني للفقير، ظلم صاحب السلطة للإنسان اللي ما عندوش سلطة. نتقي ربنا في عباد الله، لأن التوبة هنا ما تنفعش من غير ما نتحلل من المظالم. ربنا ما بيغفرش الذنب ده إلا هيغفر لك بشر، وانت ما تضمنش البشر ممكن يغفر او ممكن ما يغفرش. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، مش بعد اسبوع ولا بعد سنة، فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. هياخد من حسناتك ويعطيك من سيئاته. طب وليه؟ ليه؟ ده أنا تعبت في الصيام وفي صلاتي وقريت قرآني وقيام ليلي وزكاتي وحج وعمرتي، أضحي بكل دوت ودي للي أنا ظلمته حسناتي على طبق من فضة. مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ وأي عاقل يعمل كده؟ علشان كده الأنبياء وهم أعرف الخلق بالله كانوا بيخافوا خوف لا تتخيلوا هم والصالحين من مسألة المظالم. تخيل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام في إحدى الغزوات بيسوي صفوف المجاهدين قبل أن يبدأ الجهاد، فإذا به يمسك درة صغيرة عصاية صغيرة وبيمشيها كده على الصحابة عشان يطمئن إن الصف متساوي وخبله. فكان في واحد من الصحابة اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية رضي الله عنه وارضاه كان بطنه كبيرة شوية فقد طلع القدام، فالنبي هو معدي بالعصايه خبطت في بطن سواد، فإذا بسواد يقول يا رسول الله أوجعتني بطني وجعتني فأقدني منك يا رسول الله، أنا عايز أقتص منك يا رسول الله. الصحابة طبعا مستغربين مين في الدنيا يطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي لو دبحني في ذاك يا رسول الله. فالمهم يعني النبي طبعا شاور للصحابة يسكتوا، وبعدين راح رافع ثيابه من فوق وكشف بطنه صلى الله عليه وسلم وقال له استقد يا سواد، خد حقك يا سواد، اعمل اللي انت عايزه فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فسواد بن غزية لما لقى النبي كشف بطنه صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل موقف عجيب جدا يعني يأثر في أي إنسان. راح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وراح مقبل بطنه، فالنبي قال له ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر مطر، انت شايف الغزوة هتبدأ ويمكن الواحد يتقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى من ظلم حتى دابة، تخيل كان يقول والله إني لأخشى، كان يجلس بجوار البعير المريض ويقول والله ما أدري ما بك وإني أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام
ماشي في الطريق فلقى واحد الصحابة ماشي في الطريق فقام ضربه بالدرة كده، فالدرة ما جاتش على جسمه، جات على ايه؟ على التوب بتاعه. قال اوسع الطريق، وسع الطريق عشان النساء يقدروا يعدوا. فالصحابي بص لعمر بن الخطاب قال حاضر يا امير المؤمنين، او نعم يا امير المؤمنين، ومشي على جنبه خلاص. والموضوع عدى بقاله فترة كبيرة، عدى عليه سنة، واذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع ان الصحابي ده كان رايح يحج، فراح للصحابي دوت وقام مديله 600 دينار وقال اعلم ان هذه مقابل الضربة التي ضربتك اياها منذ سنة. فقال له يا امير المؤمنين والله ما تذكرتها. فقال عمر وانا والله ما نسيتها. الله اكبر. عشان كده بيقولوا اذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك. اوعى تظلم حد، اوعى تظلم حد، ابوس ايدك، اوعى تظلم حد. يحكى ان كسرى كان عنده قصر كبير جدا، في خلف القصر كان في امرأة عجوز فقيرة جدا عاملة كوخ صغير كده بتأوي إليه آخر اليوم عشان تنام فيه. فكسرى بيطوف كده بالحشم والخدم والجنوب بتوعه حول القصر، فشاف الكوخ الصغير بتاع الست ديت، فقال لهم اهدموا الكوخ دوت لأنه مشوه منظر القصر. فلما عادت المرأة العجوز تريد أن تأوي إلى كوخها عشان تنام، فقالت من هدم الكوخ؟ قالوا كسرى. فقالت يا رب لقد تركت الكوخ والدجاج فكسر كوخي أو هدم كوخي وقتل دجاجي، فإن كنت أنا غير موجودة فأين كنت أنت يا ربي؟ فغضب المولى عز وجل لهذه المرأة المسكينة، فعدى ابن كسرى على كسرى فقتله، يعني والجزاء من جنس العمل، الظالم يلقى نصيبه ويلقى حظه في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نكمل موضوع الظلم ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الوان، الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخوة أقسم بالله الرسالة دي من القلب للقلب، أنا خايف عليك من أي ظلم بتظلمه لأي حد أو من أي مظلمة وقعت فيها، أبوس إيدك تحلل من المظالم قبل ما تلاقي حسناتك رايحة للناس اللي أنت ظلمتهم. ابعد عن الظلم قدر الاستطاعة. تعال نشوف كم قصة كده عن عقوبة الظالمين، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عمر بن الخطاب ولا على الكوفة، وبعدين جم أهل الكوفة اشتكوا سيدنا سعد بن أبي وقاص، فعمر الخطاب مش عايز مشاكل راح عازل سعد بن أبي وقاص وراح معين مكانه عمار بن ياسر. بس حب برضو يتأكد هم أهل الكوفة اشتكوا ليه، فبعت بعض الناس مع سعد بن أبي وقاص ودخلوا كل مساجد الكوفة يسألوا عن سعد بن أبي وقاص، والكل طبعا شكر في سعد بن أبي وقاص، ده رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ده خال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بهم لما دخلوا مسجد من المساجد لقوا رجل كده من المنافقين يقال له إيه يعني أبو سعد أو يقال أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعد. فالرجل بيسألهم يا جماعة ماذا تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ فقال أبو قتادة أو أبا سعد قال أما إذ نشدتنا، ما دمت أنت بقى عايز الحق وعايز تسمع كلمة الحق، فوالله إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. ينهار أبيض، يعني خلى سيدنا سعد يعني إيه طلعه سبحان الله. فسيدنا سعد بن أبي وقاص حزن من كتر الظلم اللي توجه له والمظلمة اللي وقع فيها، إن واحد زي كده يتهمه الاتهام الشديد ده، وسيدنا سعد بريء من كل الكلام ده. فإذا بسعد بن أبي وقاص يقول اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل وافتقر هذا الرجل وكان يتعرض للفتن، فكان يجلس على الشوارع يتعرض لكل بنات المسلمين، فإذا سألوه يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. وانت عارفين أن سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف قصة تانية، سعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة. في يوم من الأيام مروان بن الحكم بعت له قال له دي أروى بنت أويس بتقول إن أنت خدت جزء من الأرض بتاعها. قال له أنا أخذ جزء من أرضها بعد ما سمعت من النبي؟ قال وماذا سمعت من النبي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين.
فالمهم قام سعيد بن زيد وقال: اللهم إن كانت كاذبة قامت رياء وسمعة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فما مرت عليها أيام حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها حتى سقطت في بئر في أرضها وماتت هذه المرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ومن بينهم المظلوم. تعال نشوف قصة ثالثة للإمام العلم الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. كان في أمير في أمير خراسان اسمه خلف بن أحمد بن خالد، كان قلبه مليان حقد شديد جدا على الإمام البخاري لشهرته وعلمه وحب الناس ليه، وحاول أنه يفتك بالإمام البخاري ما قدرش، لأن طبعا الناس كلها بتحبه، فلو عمل كده الناس هتقوم عليه. فما كان منه إلا أنه نفاه من بخارة وأخرجه من بلده من بين أهله وحبه وجيراني وطلبة علمي وتلاميذي وكتبي. فالإمام البخاري حس أن الموضوع يعني طب ليه تظلمني الظلم ده وليه تخرجني بلا ذنب ولا جريرة. وإذا بالإمام البخاري مجرد ما خرج من البلد من بلد فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى مكة وقال: اللهم إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. الإمام البخاري خرج ونظر إلى بخارة وهو يبكي ويقول: ولماذا أخرجني؟ اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. فوالله ما مرت إلا أيام أيام بسيطة وإذا بهذا الرجل اسمه خلف ابن أحمد ابن خالد، وإذا به يعني يتشال من الحكم بتاعه من الولاية بتاعته ويدخل السجن في ظلمات السجن، بل ويؤخذ ويحمل على الحمار ويشهر به في كل البلاد ويبقى سجينا حتى آخر لحظة في عمره ومات في السجن. وهكذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: هذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنن. الله أكبر. واحكي لكم قصة أخيرة، قصة رجل فقير بسيط جدا خارج من بيته رايح يصطاد سمك عشان يجيب قوت أولاده. فجأة هذا رجل ربنا أكرمه اصطاد سمكة كبيرة، وهو راجع قبل واحد من الجبابرة من الناس بقى يعني الأقوياء، فأراد ياخد منه السمكة دي ظلما. قال له: يا أخي والله هذا طعام أولادي فلا تظلمني. قام واخدها منه عنوة وراح بها البيت وكده، والرجل الفقير يعني رجع البيت منكسر. أولاده وبناته سألوا: أين الطعام يا أبا؟ قال لهم: والله أخذه منه رجل يعني تجبر علي وتقوى علي. فتوجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وقال: اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. إذا بهذا الرجل الغني راح البيت، كانت السمكة ما زالت على قيد الحياة، لسه بيمسكها كده راح اتعضاف إيديه فأصابت شرايين إيديه، وإذا به يعني يشكو من وجع شديد جدا لمدة يومين. راح للطبيب قال له: لابد من قطع اليد. فقال له: لابد. فقطعت يده وانتقل الألم بعد ذلك الغرارين انتقلت إلى الساعد. قال له: لابد من قطع الساعد. شويتين وصل الألم لحد الكتف. قال له: لابد من قطع الذراع من الكتف. وانقطع ذراعه كله. وبعدين واحد قال له: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل فيك ده كله؟ انت عملت حاجة؟ ظلمت حد؟ قال له: والله ظلمت راجل فقير عملت معاه كذا وكذا. قال له: طب الحق روح له دلوقتي تحلل من المظلمة واسترضي هذا الرجل بأي طريقة قبل ما يوصل المرض لأكتر من كده، لأن أكيد دعوته صارت في ظلمة الليل إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ذهب هذا الرجل اللي كان متجبر ومتكبر وراح لهذا الرجل الفقير ودفع له مبلغ وقال له: سامحني والله حصل لي كذا وكذا من يوم ما ظلمتك. فلما رأى الفقير منه ذلك قال: لا أريد مالا ولا أريد شيئا، سامحتك لوجه الله. وهنا فقط كف المرض عن جسد هذا الرجل. أخوي وحبيبي، أكيد حضرتك عايز تسأل تقول: طيب تعال نشوف، عايزين نشوف إيه المغبة بتاعت الظلم في الدنيا والآخرة، إيه اللي ممكن يحصل لي أنا لو ظلمت إنسان في الدنيا وفي الآخرة. تعال نشوف في الدنيا الظالم ممكن يحصل له إيه وفي الآخرة الظالم ممكن يحصل له إيه. في الدنيا أربع عقوبات، أربع عقوبات من أشد أنواع العقوبات. أول حاجة هيتحرم من نعمة الهداية، قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. والحاجة الثانية أو الثمرة المريرة الثانية أنه يحرم من أعظم نعمة، يحرم من محبة الله. تخيل حضرتك أخوي وحبيبي لما الإنسان الظالم يعيش في مكان وفي كون مالكه وصاحبه وفاطره سبحانه وتعالى بيكرهه. المولى عز وجل يقول: والله لا يحب الظالمين، وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم تبغضه ملائكة السماوات السبع ثم يلقى له البغضاء في الأرض. رقم ثلاثة أن المولى عز وجل يملي للظالم كما في الصحيحين أن النبي
صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واقرأوا قول المولى عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رقم أربعة من الأشياء التي سيجنيها الظالم في الدنيا أنه يتعرض لدعوة المظلوم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما في الآخرة فحسبك أن تعلم أنه لن يجاوز الجسر ظالم ولن يدخل الجنة ظالم إلا بعد أن يقتص الله عز وجل منه. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة لها قرنين، نطحت واحدة، تيجي يوم القيامة لازم الشاة الثانية دي تنطحها، وبعد كده يقال لهم كونوا ترابا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما رأى شاتين تنتطحان، قال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. حديث المفلس كلكم عارفينه، يأتي الرجل بصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، عياذا بالله، ثم طرح في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر حتى أن يوم القيامة في قنطرة كما عند البخاري، قنطرة يخلص المؤمن يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة وبين النار، بعدما تعدي من على الصراط قبل باب الجنة في قنطرة، القنطرة دي هيحصل فيها قصاص بين المؤمنين، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هتسألني طب الواجب علي أعمل إيه؟ خمس حاجات في عجالة سريعة. أول حاجة أبوس إيدك، اوعى تظلم حد حتى لو كانت دابة. دخلت المرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رقم اثنين، إذا وقع منك الظلم تحلل من المظلمة قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني المشكلة في الدنيا أو حرج الدنيا أو قصاص الدنيا أهون عند الله من قصاص الآخرة. رقم ثلاثة، إن أنت تسأل المولى عز وجل أن يطهر قلبك من حب الانتقام. كان من دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، يا رب ما تخليش في قلبي غل ولا حقد لأي حد يا رب العالمين، طهر قلبي من كل دوة يا رب العالمين. بل أخبر النبي عليه السلام أن الرجل يخش الجنة وكان من ضمن أسباب دخول الجنة أنه يبيت وليس في قلبي غل ولا غش لأحد من المسلمين. رقم أربعة، أن أنت تنصر المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله بسبع ومنها ونصر المظلوم. رقم خمسة، بخاطب المظلوم: بالله عليك برضو على قد ما تقدر اعفو عن الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، كم من ضمنها؟ وما عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا. أبوس إيديكم يا جماعة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، بحبكم في الله، اتحللوا من المظالم. اوعى، يبقى أول حاجة تسوي في التوبة، تاني حاجة نقاطع منتج الظلم قبل ما نهدى حسناتنا للناس اللي احنا ظلمناهم. أبوس إيدك، دخل الفرح على المظلوم، تنازل عن المظلمة اللي انت عاملها له، تنازل عن الشيء اللي انت هتأذي بيه، ابعد عن ظلم العباد على قد ما تقدر عشان ربنا يحفظك وتلقى الله يوم القيامة مفيش عليك مظلمة، محدش ياخد حسناتك، تخش الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، أصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الهوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى معانا المنتجات وتبو اندم على